صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في. مع بدايه هالسنه الجديده بنتمنى انه يعم الخير والبركه عليكم وعلى وطننا لبنان. متابعين حلقتنا مع فقره واتس كوكينج، ومعنا اليوم شيف جاد محضر لنا اكيد وصفه كثير طيبه. بدنا نبلش السنه فيها وصفه شتويه خارج هلا اذا بدنا نقول الاعياد وخارج الفرصه وخارج القعدات والجمعات الحلوه. عندنا اليوم كمان بير فونديو. هاي شيف، كيفك؟ انا اول شيء بدي اعيدك، بدي اقول لك هابي نيو يير، ان شاء الله تكون سنه خير وسنه كثير حلوه عليك وعائلتك. ميرسي. مثل ما عم بتقولي اليوم الروسات شتوية، يعني ظاهرين هلا من عجقة العيد وعجقة الأكل والطبخ، رايحين على روسات كثير هينة. هلا عم نشوف كثير انجريدينز، بس هلا رح نشوف التطبيق قد ايه سهل وقد ايه بسيط. نفس الوقت عم نشتغل بجبنة الكامامبير اللي هي جبنة فرنسوية بتنعمل من حليب البقر، بتنعمل بمنطقة النورماندي بضيعة اسمها كامامبير، من هون أخذت الاسم. هلا الأفونتاج فيها إنه فينا ندخلها على الفرن لأن عليها هالكروت من برا اللي هو بيحميها من انه بس تفوت على الفرن ما تدوب وتفرط، يعني بتدوب بس نقصها بنشوفها من جوا دايم. هلا بنص الحلقه لان بدها تقريبا 8 ل 9 دقائق رح ناخذ هالجبنه بنحطها بالفرن. عندنا فرن حامي على درجه حراره 180، رح نحطها 7 8 دقائق، بنرجع بنشوف قديش دابت، بنرجع يا بنزيد لها يا بنشيلها قبل. أوكي. نفس الوقت عندنا كذا جارنش رح يكونوا بالجاط. انا هون عندي شامبينيون دو باري هلا رح نطبخهم، عندي بطاطا صغيره رح نطبخها، عندنا هون ترو فرابي، عندنا التين، عندنا المشمش المجفف، عندنا الريد فروت. بنفس الوقت كلهم رح ينجمعوا بقلب الجاط مع الجبنه الدايبه، في رح نعمل سبريد بالتروف نحطها عليها. بنفس الوقت اخذين هون تين مجفف رح نعمله تشاتني، رح يكون في سويت ورح يكون في صح، لانه هاي الجبنه طيب مع الاشياء السويت وطيب مع الاشياء الاسيد اللي هي مثل الريد فروت، وبنفس الوقت حاطين معها بطاطا، حاطين معها فريش مشروم. هلا رح نشوف كيف رح يلي بيعدلوا الطعمات مع بعض. مظبوط. هون عندنا طنجره صغيره عم ناخذ هالتين، هيدي روسات فيها تنعمل وتنحط بالبراد، بتقعد يعني فينا نحطها بمرطبين تقعد شهر واثنين وثلاثه مثل المربى لانه هي طريقتها. هلا رح نشوف كيف، يعني هيدي للسيربريزات للقعدات السيربريز بتكون جاهزه على طول. كثير طيبه مع الجبنه، طيبه كثير مع الفواجرا، بتروح مع كذا شغله. حطينا هون لكن عم نحط مي هلا، لكن احنا بلشنا بالتين المجفف، اخذنا تين مجفف حطيناه على النار لوحده مع مي. حطينا مي، رح ناخذ شقفه بصله، رح ناخذ شقفه جينجر، رح ناخذ حبه ثوم وحده كمان من قصة بالنص، ناخذ كل نحن قطعناهم يعني مش صغير. هلا عم تشوفي عم نقطع التقطيعه هي عشوائيه كيف ما كان، لانه هاي الطبخه من بعد ما تخلص رح ناخذها ننزلها على الملا. نفس الوقت رح ناخذ هون خل ابيض، من بعد ما حطينا خل رح ناخذ ملعقه سكر صغيره، مع انه في سويتس بالوصفه بس هلا بمجرد ما تغلي حطينا الخل كمان ليعمل البالانس بين السكر وبين الاسيد، بنحركها شوي. هيدي تقريبا من بعد ما تغلي بدها ساعه على النار، من بعد ما تغلي هون كميه المي، هون غميناها مي. هلا كميه المي بدها تتحدد، هو التين اللي بحددها قديش ناشف. أوكي. يعني اوقات يمكن نشتري تين معين نعملها تاخذ عيار المي هو قد التين، اوقات يمكن غير نوع تين ياخذ مي اكثر او اقل، هاي نحن بدنا نعمل لها تيونينج بالطبخ. من بعد ما تخلص هون رح ناخذها نطحنها. ليك شو صار عنا؟ اوكي انت محضر قبل بوقت طبيعة الحال، لان هون بدها ساعة لتخلص وبدها تنطحن ساعة عم تغلي وهيك ساعة بدها. اوكي هلا هون بيهمني فرجيك الليزون تبعها اللي هي سبريدبل، اللي هي اذا بدنا نعمل فيها شيب. هلا رح نشوف كيف كمان الليزون تبعها بتساعدنا انه توقف ما تفرط بس نحطها. هذا الليزون المطلوبة، يعني هون عنا تين، عنا بصل، عنا جنجر وخل ابيض. مزبوط. هلا هون رح نتركها على النار. عنا نحن الروسات شفنا كيف بنحضرها، شفنا نتيجتها، هلا رح نستعملها بالبلاتو على الاخر. أوكي. خلينا نبلش بالجارنش. خليني بهالوقت اخذ هالكامامبير، انا الفرن مثل ما قلنا محميينه حاطينه على بابيي بور حتى
ما يكون عندنا ولا ريسك 1% انه جبنة تلزق. هو الكامامبير رح يدوب بس رح يضل محافظ على الشيب تبعه 100%. هيدا هو المطلوب، لانه بس البلاتو يكون على الطاوله بمجرد ما ناخذ عندنا هون، اذا بتلاحظي كمان باجيت ابيض واسمر رح نحطهم بقلب البرزنتيشن، بمجرد ما اخذنا هالخبزه وكسرناها بالجبنه رح تكون جبنه من جوا دايبه بس مش فارط القالب. هلا هون رح نبلش، عندنا مشروم، عندنا بطاطا، في عندنا سبريد صغيره رح نعملها، عندنا توم مشوي، هول كل الجارنش رح يكونوا بالبلاتو لان كل هالجبنه بيلبق لكل هالجارنيتور اللي حكينا عنها. نحن هلا شو بدنا نقلي على النار؟ المشروم والبطاطا وكل شيء باقي ما رح يكون كل الباقي مزبوط رح يكون، وما قطعنا المشروم حتى. المشروم مثل ما هو رح نتركهم بهالشكل، رح ناخذ بطاطا، البطاطا هون مسلوقة لورا لأنه بطبيعة الحال بدنا نسلقها 90%، بمجرد ما انسلقت ضل عنا الستيب اللي هي هلا عم نعملها سوتيه، ناخذ رومارين، حطينا بس زيت بالمقلية ما زيت حطينا زبدة؟ أكيد. لا زبدة لا، بصير نحط زبدة بس بنكون عم ندسم عم نعطي دجاج جبنة دسمة يعني صح. ما بدنا هلا هون اوبشنال، إذا حدا عباله يدسمها أكثر ناخذ هالبهار الأسود، بنتقل لهم بهار لأنه طيب البهار معهم بالأخص مع خلطة الجبنة. هلا كل وصفات الشتوية منكتر لها بهار إجمالا؟ لكن مش بالضروري، عندك أول شيء عندك المشروم طعمته لحاله فاد، بده شيء يقويه، بده شيء يعطيه إذا بدك يبين له نكهته. لكن ملح بهار نتركهم على رواق يبلشوا يقلعوا كطبخ. انا بهالوقت بلش بالجارنيتور، رح ابلش شوي اعمل هالسبريد اللي حكينا عنها، هيدي سبريد كمان رح نحطها ونستعملها على وجه الكامومبير. هلا رح تشوفي بالبرزنتيشن قطع الكامومبير رح يكون جزء عليها مرب التشاتني تبع التين، وجزء هيدي سبريد اللي هلا عم نعملها. هيدي كريم تشيز هون، هيدي لهلا كريم تشيز، رح ناخذ تري فرابي، رح ناخذ ويل دو تروف اللي هو بيعطي كل النكهه تبع التروف، اذا بتلاحظي حطينا ملعقه صغيره، رح ناخذ دجاج ريحته قد ايه قويه صح، شويه سيبولات، البطاطا ماشي على النار، بلش ميكس الروايح يبين بالاستوديو. نحن ما بقى كثير مطولين، رح نبلش نحط هالجبنه من بعد ما تطلع الجبنه، قلنا بدها مش اكثر من 7 دقائق بالفرن، كمان هيدي دائما بنقولها اللي هي حسب قويه الفرن اللي عندنا، بس اذا بدك هيدا معدلها. عم نفرم سيبولات، ناخذ السيبولات نحطهم هيك، بس المشروم بلش ياخذ لون، بس المشروم يعني مش لدرجه انه يبق ميته او لونه ابدا، لانه حاطينه على نار قويه واللي ببق ميته اذا بيكون عم نطبخ على نار بارده بصير عم ينسلق سلق. البطاطا نفس القصه، ملح بهار اسود على سبريد، بعدنا نزيد شيء على سبريد، بعد بدنا نزيد رشه ملح. بتعرفي شو؟ بلشي خلطي، هي خلصت، بدها خلط، رح خلص الجارنش انا، بنشيك على الكامامبير بالفرن شو وضعهم. الخبز ما رح نحمصه، الخبز لا، هلا رح نشوف الخبز، رح نحطهم بقلب البرزنتيشن بقلب الجار، الكامامبير بالفرن ماشيين مثل ما لازم 5 دقائق بنشيلهم او 4 دقائق، بطاطا بلش نبرمهم، نحن مثل ما قلنا البطاطا اوريدي مستوية عم نعطيها لون ونكهة بس.
ليك ما احلاهم البطاطات. وهون المشروم كمان صار جاهز، ثواني بيطلع. لكن سبريد خلصت، شتني اوريدي كنا عاملينها. عندنا الجارنش تقريبا جاهز هون، انا شاوي توم هلا رح نحطهم بقلب الجاط، توم مشوي كثير طيب مع الكامونبير، والجارنيتور اللي على النار بين دقيقة والثانية. وعنا كمان فواكه مجففة، وعنا مكسرات، يعني عنا بندق وجوز كمان مستعملين. بندق وجوز كلهم رح يكونوا بقلب البلاتو. رح انطر دقيقتين ماكسيموم، رح نبلش نشيل. خلينا نقطع شوية خبز كمان. كثير منيح. هيدا الخبز. نجيب بلانش. غير هاي. يعني رح يصير مثل دب كمان صح الطبق. الدب هن التروف مع الشطني اللي عملناها. هون المي بلشت تغلي مثل ما قلنا، هلا بنعير ساعة. المشروم خلص. اوكي، من بعد ما تغلي المي هون المفروض نعير ساعة. صح، ونرجع أنا رح نقطع على البطاطا لأنه مثل ما قلنا هن اوريدي مستويين. خففنا على الآخر، هون بلش تغلي المي. قديش بعد معنا وقت لورا؟ والكامامبير شو وضعه بالفرن؟ كامامبير دقيقة، دقيقة على قد بنشيلها. دقيقة، اوكي. ورح نبلش. يعني أنا بعد تقريبا خمس دقائق شايف ملحق حتى نعمل برزنتيشن على الهواء. يلا كثير منيح، أنا رح أنطر دقيقة، رح شيل الكامامبير لأنه بدي أحطها سنترد بالجاط ريليتد ل وين الكامامبير محطوطة، بدي أرجع أحط أفلش كل هالجارنش حواليها. اوكي. وأكيد بنروح على أهم شيء على التيستي. نحن معودين الفوندو يكون جبنة الفوندو. عادة الفوندو بيتاخذ ميكستشر من الجبنة، بينحطوا بال إذا بدك الجاط أو البول تبع الفوندو مع الشمعة تحتها وبينحطوا على الطاولة. هون أخذينا القالب كقالب. هلا هون يعني نوع واحد جبنة هون مستعملة. هون واسعة قصة الكامونبير، فينا ناخذها نلفها بعجينة الميلفوي، فينا نلفها بعجينة البقلاوة، بتندهن زبدة، بتنشوى بقلبها، بتنشال، بتنحط يعني لأنه عليها كروت من برا، بتساعدك هذه الجبنة إنه تقدر تلفيها أو تحشيها أو تفوتيها مثل ما هلا على الفرن. ما بتدوب من برا يعني. طيب أنا رح بلش بالبرزنتيشن. جارنش خلصنا، خلينا نشيل الجبنة. يا خلي هاي هون. ليك شو بتحطيها بالفرن؟ ما عندك ريسك عليها 1% انه تفرط، لدرجه انه ليك كيف بلش من حروفها تشقر، بس هي تتحمص شوي من برا ما تحرك، تعمل كروت، بس الهدف انه تدوب من جوا. ونحن هيدي لاست منت كمان لازم تكون بالفرن قبل صح. التقديم. ناخذهم هيك. فينا نكون عم نستبدل بالبري العادي؟ فينا، بس عندك ديزافونتاج واحد انه قالب البري بيكون 3 كيلو. صح. اذا بدك تقصيه وتفوتيه على الفرن رح يفرط. هلا اذا عندك 10 12 شخص وبدك تعميهم بري فيك تجيبي القالب وبفوت مثل ما هو. ليش بده يفوت مثل ما هو؟ لانه الكروت من برا تضل موجوده، لان اذا رح تنقص رح تدوب الجبنه وتظهر منه. او بيصير غير تكنيك كليا، بدنا غير برزنتيشن. بصير بدنا اذا بدك نلفه او نحط له عجين هيك ساعتها بنكون يعني مثل ما قلت انت مع الميلفاي فينا نكون عم نستعمل البري بقلب. مظبوط، بتضل بتدوب بس بتضل بقلب. صح. لكن مشروم والبطاطا خلصوا. حط كل صنف وحده، ما رح نخلطهم. لانه هن هول بالنهايه جارنش، في ناس يمكن عبالها بطاطا مع عبالها مشروم، عبالها من هاي سبريد مع عبالها من هيديك. هون بضل في اذا بدك حريه للشخص يقدر ياخذ الجارنيتور اللي هو بحبه. ونحن السبريد اللي عملناه رح يجي عليهم؟ يلا وصل لك ثواني. حوص
اعرف. طيب شو بدنا نحط؟ شو بدنا نحط؟ ناخذ ها هون كمان يعني في واحد ينقل بده اياه يحطه ما هيك؟ انه ضمن هالاشياء اللي هي بتتاكل مع مع الجبنه. مع الجبنه، يعني هون اذا عندنا خوخ مجفف فينا نحط، اذا عندنا قلوبات غير هولي لوز فينا نحط، بس عم نجرب نفصل الالوان عن بعضها بطريقه ما نعيد حالنا. فرامبواز، واو، فوقهم الوان بلو بيري. شو بعد عنا؟ انا برايي هيك بزياده. بعد عنا شوي يعني توم مشوي، اللي هو كتير طيب التوم المشوي مع الكامونبير. بعد عنا هالسبريد الحلو اللي عملناه. لك شو رح نعمل؟ رح يجي على الجبنة. بعد عنا شوية بندق ما حطيناه هون. بساع هون ايه. كله بساع. بس قبل خلينا نفصل بهيدول لنعطي فرق بالالوان. اوكي. شو عندنا بعد؟ عندنا اهم بدك شيء بدك تكفي البرزنتيشن هلا ولا بعد ثواني بنخلص؟ يلا اوكي. بس بهمنا الناس تشوف شو عم نعمل وكيف عم نحط هالسبريد الحلوين اللي عملناهم على الجبنة. على الجبنة. وهيدي كمان يعني اللي ما مش متابع بفكر تين. بفكر بس تين. صح لي هلا رح تدوقيها رح تشوفي كل هالنكهة، نكهة الجينجر اللي فيها. وحدة هيك وحدة هيك رح تعمل. مزبوط. اوكي. يلا. واو ملا بلاتو. هاي هي اللي كانوا. هاي البرزنتيشن. هاي البرزنتيشن رح نزيد شوية أخضر عليها إذا بدك تروحي على بريك من كفة تحت الهواء. نحن نرجع منفرجي المشاهدين النتيجة النهائية بعد البريك. أوكي لكن أبريك ومنرجع. بلاتو احتفالي بامتياز عملنا ليه اليوم شجاد. كاتيا بوناني ينعاد عليك. ميرسي ان شاء الله تكون سنة خير. ينعاد عليك. ميرسي وعليك. يعطيك عافية. بتكون فترة هلا كثير كانت طبيعي فيها ضغط. صح ضغط العيد. يعني هلا ببلش العيد عنده جاد بس ايه بعيد بس نحن بحط لك جرنيتور من كل شيء. بعد عندهم عيد الارمن هلا ما خلصوا شغل. صح. لك شو رح نعمل؟ رح نقص وحدة بس هيك جات على الطاولة يعني خلص بكفي. ايه صح. ما فينا نكون عم نحط حد اذا بلاتو شوي اكبر، حد الكامامبير غير انواع جبنة كمان فينا بس في لانه مش سخنة. صح إيه؟ بدك مش تنقي شيء. ايه اوه لا لا اعطيكي شقفة مع تروف بس إيه. قبل التروف كمان بدي اعطيكي شقفة خبز اهم شيء اللي هي هيدي لا لورا يعني ما قلنا قلب ندق فيه قد ما حلو كثير وهين يعني انه خلص صح. ايه صح شوي اللي بتاخذ وقت التشاتني بس عم تقول بنحضرها قبل بوقت ايه طبيعه الحال بتقعد شهر بالبراد ايه مثل المربى بنحضر كميه ويلا على كل شهر الاعياد بنعيد كل شهر لكل شهر الاعياد بدي اعطيكم هيدا تين مجفف اشتغلت فيه صح هيدي سبريد انا على بالي ادوق تشوف اذا رح احس بطعمه ال اذا رح احس بطعمه البصل بتشطني؟ لا اكيد إيه؟ بالجنجر ما رح احس ايه هلا خذي شقفه من الكامونبير مع شوي من ال انا بدي اشوف التريف هيك مزبوط تريف مع كريم مع كريم تشيز بس كتري التشطني هلا رح تشوفي البالانس اللي بيعطيها شو دقتي؟ ما تروتو انا لا تواصل تاني بس جربيه مع الكامونبير كمان يعني قصي شقفه من مطرح ما في ايوه وحطي ال يمي التشتني يعني ايه
منه سويت ومنه يعني ما فيها طعم الحدية، لانه عندك الكامامبير شوي حدة فيها هالدسامة، دسامة الحليب بيعطيها السويتنس من المربى اذا بدك الجام الشطني اللي عملناه بيعطيها هالبالانس. صحيح رأي. يعني طبق بعقد شكلا ومضمونا ونكهة وهين وهين كثير. ميرسي كثير على هالفكره الحلوه شيف. انا بدي اقول لك لكينا بنشوفك بحلقه جديده بكره ان الله راد، رح كون معك انا بدك تحضر لنا اكيد كمان شيء بكره. طيب نعمل صحن بالدجاج ديفرنت كمان بكره، رح نشوف كيف. اوكي لكن ناطرينك بكره. اكيد اكيد مشاهدينا بنكون خلصنا لهون واتس كوكينج وتيستينج، بناخذ وقفه ومتابعه من بعد لك.